ولمناقشة هذه الأزمة التي أحدثتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية المحتملة لتايوان، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبد الوهاب القصاب. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. إذن هناك مجموعة من التحذيرات دكتور لواشنطن، تحذيرات صينية بطبيعة الحال لواشنطن بشأن هذه الزيارة المحتملة لتايوان، هل ستكون هناك زيارة باعتقادك أم أنها لن تكون؟ يعني تكون بيلوسي لتعلن عن الزيارة لكي تتراجع كما بين تقريركم، يعني نعم في لعبة القوى بين الدول، يعني هذه يعني عملية لي رعب بين الطرفين، يعني فأنا أظن أن الزيارة يعني ستتحقق ما لم يكن هنالك مؤشر حقيقي على أن الصين عازمة على أن تذهب إلى المجابهة. نعم. وأنا أظن بالمعطيات الحالية أن الصين معنية بأن تتواجه مع الولايات المتحدة، والصين معروف عنها بأنها تميل إلى احتواء الخلافات، يعني هي قبلت بأن تكون يعني هونغ كونغ مثلا بريطانية لأكثر من 100 عام، يعني قبلت أن تكون ماكاو برتغالية لفترة طويلة، قبلت أن تكون تايوان مستقلة عن، في واقع الحال تايوان هي التي كانت تمثل الصين في، هي التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة، وهي التي كانت تمثل الصين في مجلس الأمن حتى الصفقة التي يعني قام بها في وقتها كيسنجر، و يعني اعترف بالصين الشعبية ممثلة للصين، ولكن على ذلك تعهدات من الصين على أن لا تمس سيادة تايوان نهائيا. هذا واحد. موضوع ثاني، أيضا تايوان هي يعني هي فيها عنصرين رئيسيين، فيها عنصر أساسا هو من البر الصيني وجيش تشين كاي شيك، جيش الصين الوطني الذي انسحب بعد أن اندحر أمام الشيوعيين إلى هذه الجزيرة، وفيها سكان هم سكان تايوان الأصليون من هنا، وهي دولة يعني فيها سكانها تمام قليل كثيرا مقارنة بالصين، لكن هي دولة متطورة فعلا، وإلى وقت قريب يعني إلى ما قبل العقد الثاني من الألفينات كان الناتج المحلي الإجمالي لتايوان يكاد يكون مشابها للناتج المحلي الإجمالي للصين. فيعني علينا لا نقلل من قيمة تايوان حقيقة ولا من قدرتها على المجابهة، لكن أنا أرى بأن هذه لعبة بين الدول الكبرى، ليس هنالك من سيذهب للمجابهة لمجرد أن السيدة بيلوسي ستأتي إلى تايوان. سجلت الصين وجهة نظرها المعترضة، وهذه من وجهة نظري كافية أنها تعتبر تايوان جزء من الوطن. التهديدات التي أطلقها الجيش، يعني كيف يمكن قراءتها التي صدرت في وقت سابق؟ تصور انا يعني ما هذه كلها ضمن لعبه ليل الاذرع، اراءه القوه، لكن هل تتوقع ان مقاتلات صينيه ستقوم فعلا باجبار طائره بيلوسي على الهبوط؟ هذا يعني اعلان حرب. هل السؤال الثاني، هل ان الصين مستعده لكي تخوض حربا مع الولايات المتحده؟ خذ الان امامك، افتح السجلات وشوف تناسبات القدرة العسكرية بين البلدين. أنا لا أظن أن الدول الكبرى تلعب، ولدينا النزاع الأوكراني الروسي واضح، لا أظن أن لا أظن أن الصين سوف تذهب إلى المدى الذي يعني ستأخذ حربا لأجل منع سيد من القدوم. لكن هذه ايضا علينا ان ناخذ بنظر الاعتبار حقيقه كبرى، ان هذا هو فصل اول في سجل جديد للعلاقات الامريكيه الصينيه. نعم هذا هو المهم دكتور، كما تفضلت لم يكن السؤال عن حرب بطبيعه الحال بقدر ما سيحدثه ذلك من تغيير في العلاقات، ومن يعني محاوله الصين ايضا العمل يعني او الضغط باتجاه ترتيب علاقاتها مع خصوم أمريكا في العالم بشكل عام وخاصة في المنطقة العربية والإسلامية. نعم. طيب هذه أيضا تعد خرقا للاتفاق بين أمريكا والصين فيما يسمى باتفاق صين موحدة،
كيف تتوقع أن ترد أو ما أشكال الرد الصيني مستقبلا على البعد أو المدى الاستراتيجي دكتور حول هذه الزيارة المرتقبة؟ يعني لو السؤال افتراضي، لو أرادت الصين أن تجتاح تايوان فإنها ستتمكن من اجتياح تايوان، هذه حقيقة. نعم. لو أرادت الصين أن تفرض حصارا على تايوان بحريا على تايوان في حالة عدم تدخل الولايات المتحدة تتمكن بخسائر، لأن التايوانيين أيضا لديهم القدرة على أن يقفوا بوجه الصين الشيوعية. لكن بالمقابل الصين أساسا معروف عنها أنها قبلت بوجود تايوان مستقلة عنها، يعني هذه حقيقة، أنه هي تعهدت أساسا عندما قبلت في الأمم المتحدة، تعهدت لأمريكا بأنها لن تمس بسيادة واستقلال تايوان. ولماذا تعترض الآن دكتور؟ تعترض لأنه هذا هو بدأت الصين تشعر بأن لها لا بأن قدراتها بدأت تتنامى، والقدرات الاقتصادية على وجه الخصوص بدأت تتنامى. أنا لو نأتي إلى القدرات العسكرية المجردة في البحار، القدرة الصينية لا يمكن أن تقف أمام قدرة الولايات المتحدة. بعدين علينا أن نأخذ بالنظر الاعتبار أن الولايات المتحدة حلفاء أقوياء، يعني لديها اليابان، واليابان سبق واندحرت الصين، لديها كوريا الجنوبية إلى حد ما الأسيان، لديها الفلبين، ولديها الحلف الأنجلوساكسوني الذي هو الولايات المتحدة وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا. إذا المحيط الهادئ مطوق بشكل كامل بقوة حليفة للولايات المتحدة، يعني الحليف الوحيد هو مجنون الذي هو حاكم كوريا الشمالية. إذا ما أراد الصين أن تدفع العالم إلى الهاوية، هذا هو أحد الخيارات الموجودة. نعم. نعم. لكن أنا أشك أنه الصين بما معروف عنها من حكمة ومن احتواء ومن قدرة على الاحتواء أنها ستدفع الأمور إلى هذه المرحلة. نعم. أشكرك جزيلا دكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، كنت معنا من واشنطن. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا.